طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نحكي عن اللور ليمب فراكشرز. الصراحه انا الجزء اللي بعطيه من اللور ليمب فراكشرز هو ببلش من عند الفيمر شافت لحديه الكالكانيوم. اليوم راح نبلش فيهم واحد واحد. قبل ما اروح على الفيمر شافت فراكشر بدنا نراجع شوي الاناتومي تبعت الفيمر. اذا شايفين هذا الهيد، هذا النك، هذا ايش يا محمد محمود؟ الجريتر تروكنتر. تمام. وهي ايش يا ياسمين اللي هون؟ اللاسر تروكنتر. تمام. والاريا اللي بينهم ايش بنسميها؟ انتر تروكنتر. انتر تروكنتر اريا. من اللاسر تروكنتر لتحت 5 سنتي يعني لهون، شو بسميها هاي الاريا؟ هاي لحد هون، لحديت 5 سنتي تحت اللاسر تروكنتر، شو بسميها؟ بسميها سب تروكانتريك اريا. شو بسميها؟ سب تروكانتريك اريا. سب يعني تحت التروكانتر، تحت اليسار تروكانتر، سب تروكانتريك اريا. هلا من هون، من نهايه الخمسة سنتيمتر لحديت ما يلتقي الديافيسز، هذا الديافيسز مع الميتافيسز، شايفين هي بلش يغير اتجاهه، لحديت ما يلتقي الديافيسز مع الميتافيسز، هذا بسميها انا ايش؟ هاي فيمر شافت. فيمر شافت. فالفراكشر تبع الفيمر شافت بيصير بهاي الاريا. ماشي الحال؟ تذكروا الليسر تروكانتر شو ماسك عليها؟ الليسر تروكانتر شو ماسك عليها يا مها؟ الإيليوسوس تندون. إيليوسوس تندون، يعني التندون الكومون اللي بصير بين السوس مسل والإلياكس مسل. شو بيسوي على الهب هذا؟ هب إكستنشن. هب بالعكس، إيليوسوس هب إيه؟ هذا بس بتعمل هب إكستنشن. بفليكشن. بينما على الجريتر تروكانتر هون ماسك تو جلوتياي، جلوتياس مينيمس وجلوتياس ايش؟ ميديوس. شو بيسووا بالهب هدول؟ ابدكشن. ابدكشن، ابدكشن بالبي مش بالدي. ماشي الحال، ابدكشن. اتفقنا؟ واضحه الامور. هون كمان شايفين هون ورا هون في إشي اسمه توبيركل، اسمها الدكتر توبيركل. الدكتر توبيركل ماسك عليها إشي هيك، الدكتر كبيرة. شو اسمها الدكتر الكبيرة اللي ماسك عليها؟ هذا انتيريور ريفيو، هذا بوستيريور ريفيو. يتيجي شوي بوستيريور، اسمها الدكتر ماجنس. اسمها ايش؟ الدكتر ماجنس، اسمها الدكتر ماجنس. انا حكيت هدول المسلز لانه لهم استخدام عندنا بمحاضرتنا. ماشي الحال؟ طيب، شفتوا الفيمر شافت is a very 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 strong bone. فبالعادة اللي بيكسرها ايش؟ high energy ولا low energy؟ high energy. بالعادة اللي بيكسرها high energy، بالعادة high بيكسرها high energy. الصراحة الفيمر شافت له اشي اسمه bimodal distribution of mechanism of injury. ماشي الحال؟ mechanism of injury دائما traumatic. عشان تكسر فيمر شافت لازم يكون في تروما. إذا إجت باليانج، إذا إجت بالشباب صغار بتكون إيش؟ دائماً هاي إنرجي تروما. وإذا انكسرت بالختيار الكبار ممكن تكون إيش؟ لو إنرجي تروما. زي إيش هاي إنرجي تروما يا محمود؟ يمكن أكسيدنت. بالضبط، رود ترافيك أكسيدنت أو موتور فيهيكل أكسيدنت. ماشي الحال. ولو إنرجي زي إيش يا مها؟ زي فالينج داون. فالينج داون، فالينج داون. كان يمشي وقع عند درجة واحدة، أو كان يمشي دقر بالسجادة وقع، كان يمشي تزحلق وقع، يعني fall from a standing height. fall from a standing height. ماشي الحال؟ إذا كان بالعادة low energy، بالعادة low energy بمين بتيجي يا ياسمين؟ بالكبار. بالكبار. والhigh energy بمين بتيجي يا محمود؟ باليونج. فهي هي الميكانيزم، الميكانيزم تبع الفيمر شافت فراكشر، it had a bimodal distribution. ماشي الحال؟ هلا ليش الفيمر شافت فراكشر مهمه؟ الفيمر شافت فراكشر مهمه لانه بصير معها شغلتين. الشغله الاولى انه هي بتصب دم جوا الثاي. قديش متوقع تلوز بلد اذا صار عندك فيمر شافت فراكشر؟ كثير. قديش تقريبا الكثير هدول؟ بين لتر للتر ونص. قديش احنا عندنا في ريزرفوار اوف بلد؟ قديش البلد اللي في دمنا؟ 5 لتر. 5 لتر. اذا كان عنده باي لتر الفيمر شافت فراكشر شو راح يصير عنده؟ 50% من دمه يتصفى. اكثر حتى، 3 لتر من ال 5 لتر راح يتصفوا جوا ايش؟ الهب. شو بصير عنده؟ هايبوفوليميا او شوك. هايبوفوليميك شوك، بصير عنده هايبوفوليميك شوك، بصير بعدين عنده ايش؟ مالتي اورجان فيلير، يعني اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم.
ففي عنده بصير بالمونري كومبليكيشنز اكثر. ماشي الحال؟ اذا صاروا هذول شو بيصير بالمورتاليتي؟ بتزيد. عشان هيك الفيمر شافت فراكشر مهم. عشان هيك الفيمر شافت فراكشر شو ماله مهم؟ ولانه كمان بالفيمر شافت فراكشر وي هاف ا ميست فراكشر، وي هاف ا ميست فراكشر. هذا الميست فراكشر مهم جدا اللي هو الفيمر نيك فراكشر. بنفس الجهه اللي بصير فيها فيمر شافت فراكشر وي كود هاف ا ميست فيمورال نيك فراكشر، لانه ببين بيكون خط صغير ومش مبين صراحه، والكل عينه منتبهه على مين؟ على الفيمر شافت فراكشر، فبنسى الفيمر نيك فراكشر. ماشي الحال؟ هلا الديفورمينج فورسز اللي بتتعرض لها الفيمر شافت فراكشر هي نفس الديفورمينج فورسز اللي بتعرض لها السبترو كانتري فراكشر. شو قصدي؟ قصدي طلعوا هذا، هاي طلعوا هذا اي بي، يعني مقطع اي بي للني. شايفين كيف هاي الباتيلا مبينه والفيمر؟ شايفينه ولا مش شايفينه؟ شايفينه. بينما اللي جنبها ايش المقطع ماله؟ لاترال. لاترال. هاي شايفين هاي الباتيلا انتيريورلي وهي الفيبيولا بوستيريورلي. ماشي الحال؟ فلاترال. فهلا طلعوا الديستال بيس من الشافت تتعرض لقوة، والبروكسيمال بيس من الشافت تتعرض لقوة. طلعوا البروكسيمال بيس من الشافت، الابدكتر شو بيسوي فيها؟ هيهم هذول الجلوتي اي، شو بيسوي فيها؟ البروكسيمال بيس بيسوي فيها ابدكشن. ماشي الحال؟ وشو بيسوي فيها على اللاترال؟ هيها في مسل هون، في مسل هون اسمها إليوسوس، هيها هون ولفت الرجل بتسوي فيها فليكشن. فالبروكسيمال بيس كيف بتروح يا ياسمين؟ بيصير لها ابدكشن وفليكشن. وفليكشن، ابدكشن وفليكشن. بينما الديستال بيس، طلعوا الديستال بيس بفعل الادكترز هدول بيصير لها ايش؟ بتروح لفوق، بيصير لها بتروح لفوق. شو يعني بيصير للفراكشر؟ فليكشن. شورتنينج ولا لينكنينج؟ شورتنينج. بصير شورتنينج، بصير في شورتنينج. ماشي الحال؟ هذا كله بفعل ايش؟ الادكترز والكوادريسبس. الادكترز والكوادريسبس. كمان الادكتر بتاخذ هاي الديستال بيس، ممكن تاخذها بهذا الاتجاه، يعني انجوليشن بهذاك الاتجاه. يعني إيه؟ وين بتروح؟ ميديال ولا لاترال؟ ميديال. يعني ايش ميديال قصدك يا محمود؟ بارس. بارس ابدات. فالبروكسيمال بيس بتروح بفليكشن وابدكشن، بينما الديستال بيس بيصير لها شورتنينج وايش؟ وفارس انجوليشن. شورتنينج وفارس انجوليشن. واضح الامور ولا صعبه عليكم؟ لا واضح دكتور. اوكي. هلا كيف بقسموا الفيمورال شافت فراكشرز؟ يعني انا بهمنيش تحفظوا التقسيمات، بس هي علشان فور يور سيك بقسمهم لسيمبل. طلعوا هذا خط واحد، خط واحد او باترفلاي، يعني بيكون في شقفه، بيكون في شقفه، بس هون بيكونوا زي ما تقول انتكت الادر كورتكس، مش انتكت يعني خلينا نحكي ماسك على بعضه تقريبا، وبقسموها لاكومينيوتد فراكشر. فهم ثلاث اقسام، شو هم يا مها؟ سيمبل وباترفلاي وكومينيوتد. السيمبل بعطوه رمز A، والباترفلاي بعطوه رمز B، والكومينيوتد بعطوه رمز C. مش مهم تعرفه. طيب نشوف مها بالصوره رقم واحد اذا سمحتي، شو شايفه؟ سيمبل فراكتشر لل شافت اوف فيمر. تمام. والفيمر وين رايح؟ عندي ديسلوكيشن ميديالي فارس. ديسلوكيشن ولا انجوليشن؟ انجوليشن. انجوليشن. في عندنا انجوليشن وين؟ ميديالي. في شيء غير الانجوليشن كمان؟ شورتنينج. ويت شورتنينج، مزبوط. شايفين هاي الشقفة؟ خلينا نحكي هاي النقطة لازم تكون هون، صح؟ مزبوط. يعني هاي لازم تنزل لتحت وتصير هون، صح؟ ففي عندي شورتنينج، في عندي شوية ايش كمان؟ شو في عندي؟ displacement. displacement ميديالي. ففيها هاي ميديال displacement، varus angulation و shortening. بدأت. طيب ياسمين الصورة شو شايفي فيها؟ برضو في fracture بالfemur shaft. تمام صحيح. الأولاني يا مها إيش؟ simple butterfly comminuted. simple. تمام. الثانية يا ياسمين؟ هاي هي البترفلاي. هاي هي البترفلاي. تقدري ترسميها وين الشقفة؟ يعني شو
مش كثير بعرف استخدمه عشان طيب اطلع علي انتبهوا لهي الشيء تمام كويس كويس ممتاز طلعوا علي انا وين بدي ارسمها بالضبط هيها هاي هيك 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 هلا طلعوا راح اشيل اللي رسمته وانتبهوا على الباتري فلاي سيجمنت 1 2 3 شفتوها هاي اسمها باتري فلاي سيجمنت باتري فلاي وعندي نفس الاشياء هلا هاي رقم 2 فيها ايش فيها يا ياسمين فيها انجوليشن في انجوليشن مش كتير شايف انه فيها انجوليشن اشي بسيط شايف وفي ديسبيسمنت في ديسبيسمنت وين ميديالي تمام فيها ديسبيسمنت ميديالي وفيها ايش كمان وشورتنينج هاي نقطة لازم صراحة ترجع على هاي النقطة انتو كيف يعني النقطة من الفراكشن رقم 1 هذا لازم ترجع على النقطة من الفراكشن رقم 2 هون فاهمين انتو ولا انا مش فاهم لا لا فاهمين فاهمين دكتور يعني قصدي هاي الحفة من هذا الفراكشن هاي الحفة لازم تيجي على هاي الحفة يس اوكي طيب ممتاز يلا محمود الصورة اللي بعديها شو شايف؟ دكتور كوميونيتي فراكشر وفي الشافت ذا فيمر تمام هذا كوميونيتي فراكشر فلو بدي اعطي رموز كيف بدي اعطيهم؟ ABC ابدعته طيب بالمنطق السيمتومز كيف بدها تيجي؟ بدها تيجي بين الثاي ما هو في عندي فراكشر في الثاي بقدر يمشي بس على الصوره اللي قبل هاي اللي هي باتري فلاي هسه هاي نعتبرها كومينيوتد ولا سيجمنتال كومينيوتد الكومينيوتد شوف الكومينيوتد والباتري فلاي والسيجمنتال اوجه العمله واحده بس زي ما تقول الباتري فلاي اذا سمبل كومينيوتد 1 فهمت عليك ايه والسيجمنتال اذا سمبل كومينيوتد 1 اي شيء اكثر من شقفتين كومينيوتد اتفقنا تمام فهذا تمام. هو كومينيوتد لكنه سمبل كومينيوتد يعني قصدي لما اجي اسوي عمليه سهل ارجع الثلاث شقفات على بعض بينما هدول صعب ارجع الشقفات على بعض هون 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 بحتاج ل تماما بطبق مبدا ايش فانكشنال ريدكشن مستحيل ارجع الشقفات هدول كلهم على بعض صح بينما هون ممكن اطبق مبدا اناتوميكال ريدكشن فهمت علي كيف تمام دكتور طيب هلا البين طبعا بالفيمر شافت بهمك بالاخر ايش فانكشنال ولا اناتوميكال فانكشنال شو مكان هلا السيمتومز بالتاكيد بيكون في بين في الثاي بيكون قادر يمشي يا ياسمين ولا ما بيكون قادر يمشي لا مش حيكون قادر يمشي مش انابيليتي تو ووك هذول السيمتومز فيزيكال اكزامينيشن رجل صب فيها لتر او لتر ونص دم شو بيكون فيها نفخه سويلينج فيها سويلينج حتى هيك يعني تنس سويلينج مش هيك الرجل بيكون اسرط طولات لكن اسرط في تندرنس عند الفراكشر سايد اند اي شود اولويز تشيك ايش نيورو فاسكولار اكزامينيشن لانه انت اذا نفخه الرجل ممكن يصير في عندك ايش كومبارتمنت سيندروم وهذا ياثر على الفاسكولاريتي تبعت والنيرس تبعت اللب صور ايش بصوره انا اكس راي عاديه وبصوره سي تي الصراحه بصورها اذا انا شاكك انه في عندي ايش فيمر نيك فراكشر لانه هدول ما بيبينوا بالصور العاديه بالعاده الفيمر نيك فراكشر مرات صعب تشوفها بالصور العاديه فبتصور سي تي حتى ايش بصور سي تي حتى تشوف اذا في فيمر نيك فراكشر ولا لا كيف بدي اعالجهم بعالجهم بالبدايه انو اهم الفراكشر ولا الحياه هذا صب لتر لتر ونص في رجله ممكن يدخل في شوك فايش انا ببدا باي نوع من انواع التريتمنت ريسوسيتيشن نعمل بسوي ادفانس تروما لايف سبورت يعني بطبق الاي بي سي اي بي سي دي اي مش هيك يعني اي ويل تشيك ايفريثينج بيفور اي جو تو ذا فراكشر لانه اللايف اهم هذا ممكن يكون في عنده شوك ممكن يكون في عنده اسوشيتد انجري ممكن في عنده يكون لنج انجري ممكن يكون عنده فيسرال انجري فهدول اهم من الفيمر شافت فراكشر ماشي الحال فانا اول شيء لازم اطبق الاي تي ال اس عليه يعني اطبق الاي بي سي دي اي مش هيك بعدين ممكن اعالج هذا المريض نان اوبراتيفلي او اوبراتيفلي نان اوبراتيفلي يعني احط له جبصينه ماشي الحال الصراحه بالفيمر شافت ذيس از نوت براكتيكال اوبراتيفلي اني اسوي له اوريف او ايش
open reduction external fixation او close reduction external fixation او open reduction internal fixation. هدول كلهم زي هيك. مين معي هلا؟ محمود شو رايك؟ شو شايف بالصوره؟ كان عندك فراكشر هون internal fixation. Internal fixation والreduction reduction closed. وهذا ايش اسمه الانترنال فيكسيشن؟ اسمه انترا ميدلاري نيل. اسمه ايش؟ اي انترا ميدلاري نيل، اي ام نيل. اوكي واضح الامور؟ واضح. طيب مها بالصوره الثانيه شو شايفه؟ برضو عندي انترنال فيكسيشن. تمام. كلوزد ريدكشن. كلوزد ريدكشن تمام التمام. هذا كان فراكشر بالخط اللي انا شو اسمه هذا؟ شو اسمه هو هذا اللي نفسه صح؟ انترميدلرينيل انترميدلري يعني جوا الميدلري كنال. طيب مها، انا سالت مها ولا ياسمين قبل شوي؟ لا انا مها. طيب ياسمين معناته ياسمين شو شايفه هاي اكسترنال فيكسيشن زد اكسترنال ولا انترنال؟ هلا هاي ايش هاي؟ صفيحه ملامس الكسر ولا مش ملامسه؟ ملامسيته انترنال معناته ولا اكسترنال؟ لا انترنال. انترنال فيكسيشن. هلا ريدكشن هون ابصر يا كلوزد يا اوبن مش هيك؟ اذا طلعوا اذا فتحت جرح صغير هون بعيد عن الفراكشر وسحسلت البليتة شو بيصير اسمه انترنال ولا اكسترنال؟ شو بيصير اسمه كلوز ريدكشن ولا اوبن ريدكشن؟ بيصير اسمه كلوز ريدكشن. بس اذا انا فتحت هون على الفراكشر شو بيصير اسمه؟ اوبن ريدكشن. بيصير اسمه اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. اذا فتحت هون بيصير اسمه ايش؟ كلوز ريدكشن انترنال فيكسيشن. واضحه الامور؟ طيب واضح. ياسمين الصورة اللي بعديها شو شايفة فيها؟ هاي هاي الاكسترنال فيكسيشن. هاي اكسترنال فيكسيتر بدعته. هيك خلصنا من الفراكشر الأولاني اللي اسمه ايش؟ فيمر شافت فراكشر. هلا بدنا نحكي عن الديستال فيمر شافت فراكشر. هلا الديستال فيمر بيبدأ من محل ما بيلتقي الديافيسز بالميتافيسز لحديت الانترا ارتكيولار سايد. هاي كله هاي الاريا بنحكي لها ايش؟ ديستال فيمر، محل ما بلتقي الديافيسز مع الميتافيسز لحديت وين؟ الانترا ارتكيولار اريا. هاي شو بسميها كلها يا ياسمين؟ ديستال فيمر فراكشر. ديستال فيمر فراكشر نفس الشيء. ديستال فيمر فراكشر لها باي مودال ديستريبيوشن. شو قصدي انا يا ما هي باي مودال ديستريبيوشن؟ ايذر هاي انجري اللي بتصير بالالدرلي او لو لا بالعكس هاي انجري بتصير باليونج واللو انجري اللو انجري انرجي بتصير بالالدرلي. ممتاز بدعتي. يعني ايش قصدها يا ياسمين باللو انرجي؟ لو انرجي يعني فولينج يعني يوقع مثلا فولينج فروم ايش؟ ستاندينج هايت. فولينج فروم ستاندينج هايت. اوكي يعني اذا انت فولينج من ثلاث طوابق هاي ولا لو انرجي؟ لا هاي انرجي مش هيك؟ طيب هلا الديستال فيمر لها ديفورمينج فورسز. اول واحده ديفورمينج فورسز اللي هي هاي الكوادريسبس. فشو بتسوي الكوادريسبس بالديستال فيمر؟ بتسوي ايش؟ لينكتنينج ولا شورتنينج؟ شورتنينج. بتسوي ايش؟ شورتنينج. شايفين هاي المسل؟ هاي اسمها جاستروكنيميس. هاي شو اسمها؟ هاي اسمها الجاستروكنيميس. الجاستروكنيميس لها ميديال هيد ولاترال هيد. احنا هون على الميديال سايد فهي الميديال هيد اوف جاستروكنيميس. هاي لما ينكسر عندي هون الديستال فيمر بتاخذ الديستال بيس بتلفه هيك مع عقارب الساعه. فشو بيصير بالديستال بيس؟ اكستنشن لفوق ولا فليكشن؟ فليكشن. انا طلع هي هيك لفته هيك شو تسوي لها؟ اكستنشن. بتسوي لها اكستنشن مش هيك؟ بتسوي لها اكستنشن. يعني تخيلوا هاي هيك، هلا هاي بالنسبه لها جايه هيك ولا جايه هيك؟ يعني هاي طلعوا احنا دائما وي ديسكرايب وات الديستال تو ذا فراكشر مش هيك؟ هلا واحد هذا الشافت هي مستقيم شايفينه كيف؟ اثنين هاي
جاية معها هيك ولا جاية معها هيك؟ جاية هاي ولا أبو النقطتين؟ بزاوية جاي أبو النقطتين. نقطتين. ليش يا جماعة؟ أنا شايف إنه هاي إذا رسمتها هيك خط بالنسبة لهذا الخط جاي هيك بيصيروا الخطين واحد هيك وواحد هيك صح؟ يس. بلا. يعني إيش مالها؟ extension ولا flexion؟ extension. extension. فعشان هيك الديستال بيس بصير فيها شورتنينج و اكستنشن. وهون كمان هون شايفين هون ماسك الادكتر تندون، شايف هذا الادكتر ماجنس على مين ماسك؟ على مين؟ على ايش الادكتر بيمسك؟ حكينا عنها ميديال ابيكوندايل. الميديال ابيكوندايل ولا في لها توبيركل هيك خاصه؟ حكيت عنها باول السيمينار، اسمها ادكتر توبيركل. ماشي ادكتر توبيركل. وين باخذ الديستال فيمر بالعاده؟ بالعاده فارس فالجاس. هلا الفراكشر مش هون، فراكشر مش هون، الفراكشر هي هون شايفينه هون. وين باخذ الديستال بيس الادكتر؟ فارس. فارس هبي فارس باخذها ميديال، فباخذها بفارس. فالديستال بيس، الديستال بيس ممكن تلخص لي شو راح يصير فيها يا محمود؟ يا دكتور اول شيء راح يصير عندنا اكستنشن تمام، وبرضه راح يصير عندنا الانجوليشن فارس انجوليشن تمام. وايش كمان اخر ايش؟ اطوال ولا اقصر؟ شورتنينج. فهدول هم الثلاثة اللي بيصيروا فيها، هدول هم الثلاثة اللي بيصيروا فيها. طيب خلينا نشوف فهمنا ولا ما فهمنا. ياسمين دكتور شو شايفه بالصورة؟ هلا في فراك اي واحدة اي ولا في دورت عليها ماشي في فراكتر بالديستال فيمر تمام. في عنا في شورتنينج في شورتنينج تمام في شورتنينج هذا والديستال بيس طلع لقدام تمام. بدعتي يعني هذا اهم شيء. في شويه اكستنشن بس مش كتير، في شويه اكستنشن لكنها مش كتير. يعني اذا تخيلت هذا خط هيك وهاي هيك، يعني في شويه اكستنشن، يعني صار في بينهم زاويه صغيره بس انه مش كبيره بالمره. اوكي يعني المهم انا انكم تكونوا فاهمين. فاهمين علي ولا الامور صعبه عليكم؟ لا فاهمين دكتور. هلا الديستال فيمر فراكشر بقسموها لثلاث اقسام. واحدة انها تكون بالسوبرا كوندايلر اريا، يعني برا الجوينت، يعني انترا ولا اكسترا ارتكيلر؟ اكسترا ارتكيلر اللي هو زي ما انتم شايفين باول صوره. والثانيه انها تكون ماخذه واحده من الكوندايلز، هذا بسميه ميديال كوندايل. خليني هذا بسميه هون ميديال كوندايل وهذا بسميه لترال كوندايل. فاهمين عليكي؟ اذا كان فراكشر ماخذ واحد بس من الكوندايلز، بس واحد من الكوندايلز، بسميه ايش؟ بارشال. ايش؟ بارشالي ارتكيلر. بارشالي ارتكيلر يعني هون ماخذ بس اللاترال كوندايل بارشالي ارتكيلر، هون ماخذ ايش؟ ميديال كوندايل بارشالي ارتكيلر. اذا كان ماخذ البوت كوندايلز صار في عندي تو كوندايل سيبريتد، شو بسميه؟ كومبليت ارتكيلر. طلعوا هاي واحده هاي تنتين الكوندايلز شو مالهم؟ تنين مكسورات صح؟ هاي واحد وهي تنين الكوندايل شو مالهم؟ تنين ايش مالهم؟ سيبريتد. ماشي الحال؟ فهذا بسميه كومبليت ارتكيلر. فعندي اذا عندي انا اكسترا ارتكيلر، عندي بارشل ارتكيلر، وعندي ايش؟ كومبليت ارتكيلر. مها شو شايفه باول صوره هاي؟ اذا سمحت بتقدر ترسمي وتورجيني وين اللي تحكي لي عنه؟ عندي هون ستراكشر تمام بالديستال بارت اوف فيمر تمام. هي اكسترا ارتكيلر فراكشر. يعني البرنسبل تبع الريدكشن تبعها شو؟ فانكشنال ريدكشن. ريدكشن ابدعتي. طيب محمود شو شايف بهاي الصوره؟ شايف انه بس عندي كوندايل واحده تمام. تورجينا الفراكشر وينو شوي بس خلني احاول استعمله. رسمته ما بعرف اذا وصل عندكم ولا بدعت. وصل طبعا. فهذا ايش؟ بارشل ولا كومبليت ارتكيلر؟
لا بارشل ارتكولار فراكتشر. ذات مين ضل ياسمين شو شايفه بالصوره رقم 4 هاي؟ هون في كومبليت كومبليت ارتكولار كومبليت ارتكولار. هاي شايفينه كيف؟ هاي هون في عندي فراكتشر وفي عندي هون فراكتشر ونازل هيك اه، فصار عندي الكوندايلز واحد هاي لتر الكوندايل وهاي اثنين لتر ميديا الكوندايل. ماشي الحال؟ واضحه الامور؟ تهيالي انكم فاهمين يعني، طالما انتم تجاوبوا على الاسئله معناته انتم ايش فاهمين. اوكي وي ويل جو فور سيمتومز. كيف بدها تيجي السيمتومز؟ فراكشر في الديستال فيمر بده يسوي لي بين في الديستال فيمر، راح يكونوا قادرين يمشوا يا محمود؟ محمود راح يكونوا قادرين يمشوا؟ ياسمين؟ لا ما حيكونوا قادرين يمشوا. ما راح يكونوا قادرين يمشوا. اوكي بالفيزيكال اكزامينيشن اللوجيك انه يجوا ايش؟ تندرنس وسويلينج وكيموسيس في الديستال فيمر اريا، يعني عندي الني راح يكون في عندي ديفورميتي لانه زي ما شفتوا بتروح بفارس بصير فيها شورتنينج مش هيك؟ وراح يكون طبعا في عندي اذا كان في عندي انترا ارتكولار بارت راح يكون في هيم ارثروسس جوا الني او فيوجن جوا الني. ماشي الحال؟ بالديستال فيمر ايش القصه تبع المهمه في الديستال فيمر؟ القصه المهمه بالديستال فيمر انه البوبليتال ارتري وراها بالضبط، وراها ايش بالضبط؟ فاذا انا عندي البلسس صار فيها يعني بطلت احس البلسس، صار في عندي اكسباندنج هيماتوما، صار في عندي ماسيف بليدنج، هدول على طول على طول انا بفكر انه في ايش ارتيريال بليدنج. معناته لمين بصير الاولويه، للفراكشر ولا لللمب؟ لللمب. لللمب مش هيك؟ لانه اي شود بروتكت ذا لمب. فمتى انا بشك بفاسكولار انجري ببطل الفراكشر مهم، بصير اللمب هي المهمه. بصير انو اهم، انا ولا الفاسكولار سيرجن اهم؟ الفاسكولار 100% الفاسكولار سيرجن بصير في هو الاهم. اذا كنت شاكك بس ما عنديش هارد ساينز يعني ماشي الحال وانا شاكك انه في عندي فاسكولار انجري بسوي شيء اسمه انكل بريكيال اندكس. انكل بريكيال اندكس هذا الانكل بريكيال اندكس لازم يكون above 0.9 ماشي above 0.9. اذا كان تحت ال 0.9 معناته على طول انا لازم اصور واسوي انجيوغرافي للبلد فيسلز لانه ممكن يصير في انتمال تيرز وما يصير في شيء عندي يعني obvious blood vessel injury او يعني arterial injury بس ممكن يصير في عندي ايش انتمال تير وهاي الانتمال تير تسوي ايش occlusion لكل الارتري وتنتهي بايش باسكيميا. فهدول شو بسوي لهم اذا انا شكيت انه في انا عندي مشكله بالفاسكولاريتي شو بسوي يا محمود؟ بعملهم ريفيرنج للفاسكولار سيرجن. قبل ما اسوي لهم ريفيرال للفاسكولار سيرجن شو بدي اسوي لهم؟ اي بي سي. ايش بدي اسوي لهم؟ انكل بريكال اندكس. انكل بريكال اندكس يعني بقيس الضغط عند الانكل وعند الايش الارم وبقسمهم على بعض بيطلع عندي اندكس اللي هو بيطلع لازم يكون اباف 0.9. اذا اباف 0.9 لازم اسوي لهم ايش؟ اذا بيلو 0.9 لازم اسوي لهم ايش؟ انجيوغرافي. لازم اسوي لهم انجيوغرافي. اذا سويت الانجيوغرافي وبين انه في عندي مشكله بالفيسل انه مسكر معناته ايش ماله؟ اذا صار انت مالتير وثرومبوسيس معناته انا عندي ايش؟ فاسكولار انجري. لازم انادي مين؟ لازم انادي مين؟ فاسكولار سيرجن. فاسكولار سيرجن. هذا اذا كانت الامور مش واضحه. اذا الامور واضحه انه في يعني absent pulses rapidly expanding hematoma massive bleeding بنادي الفاسكولار سيرجن قبل ما يسوي اي شيء مش هيك؟ لانه ما بنلحق المريض يعني. واضحه الامور؟ واضحه. بنسوي له اكس راي، بنسوي له ايش؟ سي تي اذا انا عندي انترا ارتكولار بارت. دائما اذا في عندنا انترا ارتكولار فراكشر يو دو سي تي لانه هذا بيهمك كثير كيف تخطط للعمليه تبعتك، كيف ترجع البيسز تبعتك. الارتكولار بيسز بتبين بالسي تي احسن كثير من ايش؟ احسن كثير من الاكس ريز العاديه. وممكن نسوي له انجيوغرافي. متى بنسوي له انجيوغرافي يا مها؟ لما يكون الانكلي بريكال اندكس اقل من 9.9. 0.9 ماشي الحال. التريتمنت زي اي شيء في العظام يقسم لقسمين نون اوبراتيف واوبراتيف. النون اوبراتيف شو بحط له؟ جبصيني او بريس. الاوبراتيف شو بدي اسوي له؟ ريدكشن زائد فيكسيشن. فيكسيشن ممكن اسوي اكسترنال فيكسيشن اورف او انتراميدلر نيل. شو هذا اول واحد شو مسوين له؟ واحد استلفيمر شو مسوين له اول واحد يا محمود؟ عاملين له فيكسيشن. ايش نوعه؟ external internal fixation. ياسمين الثاني برضه عاملين له internal fixation. الثالث يا مها برضه internal fixation. شو نوعه؟
انترامدلري نيل هذا بليت اند سكروز تمام بدعته هيك دكتور ايوه تسأل سؤال تفضلي يعني هلا عادي مثلا لو كان انترا ارتكيولر بس النقي انه نعمل له مثلا نون اوبريتيف اذا كان نون ديسبيس والديسبيسمنت تبعه اقل من 2 ملم على الجوينت ممكن النقي انه نسوي له نون اوبريتيف ماشي يعني اذا كان خط صغير ومش ديسبيسد وهذا ممكن انا اني اسوي له ايش نون اوبريتيف ماشي الحال طيب هل بدنا نحكي عن صرنا حكينا عن كم فراكشن صرنا حكينا عن نوعين نوعين شو هم يا ياسمين الفيمرال شافت والديستال فيمر والديستال فيمر طيب انا بفضل نوقف هون علشان ايش يعني ما ننقطعش بنص المحاضره الثانيه وهلا بنسوي ميتنج مره ثانيه ماشي الحال تمام تمام